الأجازة خلصت ورجعين على فرنسا، دعوا لنا ورجعنا، رجعنا نعد تاني في العد التنازلي. طبعا وانت راجع من بلدك بعد الأجازة ما بتنتهي، الإحساس بيكون مختلف خالص، وانت جاي بتبقى عامل زي الحمامة بتطير كده، مش حاسس بنفسك، رجليك الأرض مش شايلاك، لكن وانت راجع بيبقى في حديد في رجليك، كأنه في سلاسل حديد، مش عاوز تمشي، مش قادر تمشي. يلا الحمد لله، الغربة تمنها غالي. يلا نشوفكم على خير إن شاء الله، وحبيت أشارككم الفيديو من مطار الغردقة عشان اللي ما شافهوش يشوفوا من جوا أهو، من الداخل والتفتيش والحركات دي كلها. وهسافر على طيارة بيجاسس التركية ونشوف التجربة بتاعتي معاها إن شاء الله. دلوقتي حوالي الساعة 3:15 فجرا أو الصبح إن شاء الله، نوصل بكرة الصبح مطار تركيا، وبإذن الله أعمل فيديو كامل عن مطار تركيا. المغزى من أني بعمل الفيديوهات دي أنا بوثق بس يومياتي وسفرياتي، وممكن اللي ما شافش الحاجات دي ممكن يشوفها، اللي ما سافرش قبل كده ممكن يشوف المطارات يشوف الطيران، وإن شاء الله هوثق لكم مطار تركيا كامل بإذن الله، والأجواء اللي فيه وإزاي هو كد كيف زحمة، والطيارة أثناء إقلاع الطيارة من تركيا أو من هنا، وأثناء هبوطها والتعامل في الطيارة من الداخل وكل حاجة، عشان اللي عنده فوبيا من الطيران وعمره ما ركب الطيران أو كده أو اللي ما سافرش يبقى نعيشه معانا اللحظة. وأشوفكم في فيديو آخر، وادعوا لي بأوصل بالسلامة إن شاء الله. طبعا أنا هاخد الطيارة بتاعت بيجاسس من مطار الغردقة الدولي، وهوصل إن شاء الله الصبح، بتاخد 3 ساعات، حوالي 3 ساعات أو 3 ساعات و20 دقيقة مش عارف. ونوصل تركيا هعمل ترانزيت بتاع حوالي 5-6 ساعات أو 5 ساعات ونص، وبعد كده أخد برضو بيجاسس من مطار تركيا إلى مطار شارلي دوغول باريس. يعني نوصل بكرة إن شاء الله الساعة 1:30 ظهرا مطار شارلي دوغول. الطيران أو وانت جاي أجازة مش بتحس بالطيران ولا بتحس بالترانزيت، لأنك جاي فرحان وتشوف أهلك وتشوف بلدك وكله، بس بصراحة وانت راجع حمل تقيل. يعني أنا حاسس إن الكم ساعة دول كأنهم كم سنة، لأنه بيبقى تعب 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 جدا، والترانزيت ممل ممل جدا، بس نعمل إيه، الطيران الرخيص كده لازم تستحمل، لكن طيران مصر للطيران والطيران التاني غالي جدا، فعشان كده بنروح للاقتصادي والتركي والشارتر، وبنستحمل كل الترانزيت والقرف بتاعه. ليه بعمل فيديوهات دي؟ انا بعملها عشان الناس اللي عمرها ما ركبت الطيران او ما سافرتش قبل كده تتفرج معانا ونشاركها اللحظات بتاعتنا ويومياتنا، وتشوف المطارات من الداخل وتشوف المعاناة اللي بنعانيها والتفتيش وكل حاجة. وإن شاء الله مطار تركيا هعمل فيديو كامل على المطار من الداخل، هو مطار صبيحة، وساعة إقلاع الطيارة والطيارة وهي بتحلق فوق البحار وفوق فوق الغيوم من فوق وكل حاجة بإذن الله. انتظروا فيديو قادم هيكون أحلى وأحلى، بس عشان مطار الغردقة طبعا بيقول لك ممنوع التصوير، كل شوية يشوفك واحد يجي وراك واحدة من شرطة يقول لك بتصور ايه بتعمل ايه، هناك في اوروبا وفي تركيا وفي الدول التانية ما فيش الكلام ده، بتصور زي ما انت عاوز وبتعمل اللي انت عايزه. بس ألقاكم في الفيديو القادم ان شاء الله، ودعواتكم لينا بالسلام، وشكرا على طيب المتابعة. كان معكم اخوكم محمود المصري من مطار الغردقة مصر. بلادي يا زين البلدان، يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. بلادي يا زين البلدان، يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. بلادي يا زين البلدان، يا جنة على حد الشوف، يا أرض كريمة مضيافة وجمالها ناطق بحروف. طبعا ده الممر اللي بتخش منه لغاية ما تخش جوه الطيارة،
الطيران التركي الشارتر كل واحد هو في شركتين طبعا، الشركة التركية وفيه البيجاسوس دا. البيجاسوس دي طبعا بتكون اقتصادية زي ما انتم شايفين، 3 كراسي و3 كراسي، ما بيقدموش اكل فيها غير لما انت بتطلب، يعني زي نظام بيزنس او كده، يعني تطلب يجيب لك سندوتشات، يجيب لك عصائر، يجيب اللي انت عايزه، بتدفعها وانت قاعد على الكرسي، تدفع سواء كاش او بالفيزا. هذه لك الكراسي، غير كده ما فيش اكل. لكن التركية الثانية الكبيرة بتقدم وجبة زي مصر الطيران كده، او زي دي زي اير كايرو اللي جيت فيها بالضبط. هم الاتراك شعب رخم يعني، ما بيتحكوش، ما عندهمش الشعب جد خالص، حتى في المطار بتاعهم هناك ما في، يعني تحسهم دمهم واقف، ما بيتحكوش ما بيتكلموش، شغله بس. فكتر خيرهم هناك. المطار برضو من الزحمة، هتشوفوا الزحمة لما صور لكم المطار عن بكرة أبي، يعني تحس العالم كله جوا المطار بتاع اسطنبول ده. ودي لك زي أي طيارة عادي، والتعليمات واحد وكل حاجة واحد، بس هي فرق انه ديكها كبيرة ودي صغيرة. ديكها بتقدم وجبة ودي بتقدمش وجبة، دي ديكها التانية غالية ودي رخيصة. Ve lastiği başınızdan geçirip normal nefes...